إن بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني المتفرجون، ممارسي الكرة الأولمبية، مرحبا بكم في المباراة الرسمية لنادي جمعية مجال الكرة الأولمبية. والمباراة اللي شاهدتها لكم هي مباراة ربع الجائزة الأولى، والتي تجمع بين ثلاثية محمد بن عشرو من النادي الرياضي التونسي ضد ثلاثية هشام الرجاوي من نادي سبورتينغ كلوب بفاس. النتيجة لحد الساعة 2-0. أنا تقاش ديك الشجرة ملعب سعيد الكره الاخيره كان عندهم توافق تربي وشاب البوشون وعطاهم اربعه خطره اصبحت النتيجه الان 6-0 لصالح هشام النادي سبورتينغ كلوب بفاس.
صالح هشام قابل ذلك الصفر صالح بريد Oh, cool.
الجائزة الأولى ثم النهاية ريب ربع نهاية ريباني سيواجه ريدال ريباني النادي الرياضي الفاسي سيواجه ريدال المغرب الفاسي Thank you.
كان تنتهي المباراة بفوز 3-3 شهر 13 قبل السفر.